وأنت على الهواء مباشرة على الجزيرة، فيعني لا تقلق، يصعب إسكاتنا بهذه الطريقة. ولكن دعني أسألك، يعني ما هي رسالتك للاحتلال بعد قصفه للبرج الذي كنت تملكه؟ وما هي رسالتك للعالم الذي شاهد هذا الفيديو ملايين المرات اليوم، وكان يحوي على ليس فقط قناة الجزيرة، كانت هناك الأسوشيتد بريس وغيرها من الوكالات الدولية؟ نعم، نحن نريد حقوقنا، نحن شعب أشد الحاجة للعيش كما يعيش كل إنسان على الخليقة. لماذا نهجم من بيوتنا المرة الأولى والثانية والثالثة؟ هناك كان 48 وثم 67 وثم 2000، واليوم هجرة رابعة وخامسة. نحن شعب نستحق العيش ونريد السلام، لكن هنا في المقابل يوجد عدو شرس لا يريد إلا بس امتصاص الدماء بس، فقط لا غير. إسرائيل تحمل المقاومة في غزة كل هذه الأشياء وتقول إن المقاومة هي السبب، وأنها لا تستهدف لا المدنيين ولا تسعى للإضرار بالمدنيين، ولكنها تستهدف فقط العسكريين. المقاومة ليس لديها أي سبب في ضربنا. إحنا ناس مسالمين، هم بيشتبكوا مع الإسرائيليين في أذاك الاشتباك، هذا لا يدع يعني لا يدعنا أن نقول المقاومة، وليست هي شماعة المقاومة لنعلق عليها كل أوساخنا. المقاومة هي حق شرعي لنا ولكل إنسان مضطهد. نعم. سيد جواد، ما الذي تقوله للمشاهدين الذين يتابعون الآن صورة انهيار البرج على الهواء وتابعوها على مدار الساعات الماضية، عن المدنيين الذين كانوا في هذا البرج، عن الأطفال وعن النساء؟ المدنيين كانت الصورة واضحة، وهم ينزلون على الأدراج وليس برجلهم أي لباس ولا على رؤوسهم. هذا منظر مفزع، منظر مؤلم. أين حقوق الإنسان؟ أين القوانين الدولية؟ يضرب برج من 14 طابق، لماذا؟ لم يحاربك البرج يا سيد نتنياهو، لم يطلق عليك الصواريخ يا نتنياهو. البرج مكان آمن يعيش فيه الناس في كل مكان بالعالم. الأعراف الدولية التي نعلمها كلها إن هناك القتال في أماكن مختلفة. لو طلع من البرج صواريخ أو إطلاق نار كان يمكن نقول إنه من حقه إنه يدافع أو يهاجم أو إلى آخره. بس برج مسالم، فيه المكاتب المحامين، فيه رجال أعمال، فيه الصحفيين، فيه يعني لنا 25 سنة ما كان عندنا ولا أي مشكلة مع أي حد في هذه العبارة. نعم، شكرا جزيلا سيد جواد مهدي، مالك برج الجلاء الذي تم قصفه اليوم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان يحوي عدد من الشقق السكنية بالإضافة إلى مقر شبكة قناة الجزيرة في غزة والأسوشيتد بريس وغيرها من الوكالات الإعلامية. تتابعون الآن على الشاشة صور مباشرة من واشنطن ومن عمان. هذه الصور تأتيكم مباشرة لمظاهرات ومواطنين محتشدين لدعم الفلسطينيين سواء في غزة أو في